هذه الأحاديث التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قد يحاول البعض أن يستدل بها لتحريم الاحتفال بالمولد النبوي كما هو يعني المناسبة التي نحن فيها، جماهير أهل العلم قالوا إن هذه الأحاديث لا يؤخذ منها أو لا تفيد تحريم شيء هو في أصله مباح. لما نتكلم عن الاحتفال مثلا، الاحتفال بالمولد النبوي ما حكمه؟ بعض الناس يقول ده حرام لأن الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن هذا شيء محدث يبقى حرام. ننظر أولا إلى كلمة الاحتفال. يعني دايما كده الفقهاء يقولوا لما نيجي نحكم على أي مسألة نعمل حاجة اسمها تصوير للمسألة، يعني نفهم إحنا بنتكلم فيه أصلا. فإحنا بنتكلم دلوقتي في احتفال، يعني احتفال، كلمة احتفال مأخوذة من الفعل احتفل. عظيم. الفعل احتفل معناه في اللغة الاهتمام الإكرام. فلما أجي أقول أنا بحتفل بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه؟ يعني أنا بهتم بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. طب الاهتمام ده يعني إيه برضو؟ يعني إيه الأثر بعد كده؟ الأثر بعد كده أن أنا أحيي هذه الذكرى، أن أنا أذكر الناس بهذا اليوم. ربنا سبحانه وتعالى قال وذكرهم بأيام الله. صح.